جولتنا الإخبارية وإلى الدقهلية، حيث تمكنت مباحث الدقهلية من ضبط خلية إرهابية تضم 14 عنصرا من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، بينهم أساتذة جامعة ومدرسون قاموا باستهداف سيارات الضباط ورصد تحركاتهم وأسرهم وإحراق محولات كهرباء وبحوزتهم جراكم بها مواد كيماوية وبنزين ومولوتوف. وبمواجهة المتهمين اعترفوا برصد تحركات عدد من ضباط الشرطة وأسرهم واستهداف سيارتهم بالحرق والتدمير، بالإضافة لحرق محولي كهرباء بنطاق المحافظة. وتم تحرير محضر بواقعة الضبط وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق. اللواء سعيد عمارة، مدير المباحث الجنائية بالدقهلية، أهلا بحضرتك يا فندم، وتحياتنا للجهود التي أثمرت عن ضبط هذه الخلية الإرهابية. أهلا يا فندم، وأهلا بالسادة المشاهدين، ومتشكرين جدا بفور سيادتك. يعني ممكن تدينا مزيد من التفاصيل عن ملابسات هذا الضبط وهذه الخلية، اعترافاتهم، مدى خطورتهم، هل منهم من هو متورط في أعمال عدائية وأعمال عنف سابقة؟ هو الحقيقه بعد اذن حضرتك، هو طبعا هو يعني انت سيادتك عارفه والساده المشاهدين عارفين ان سياسه وزاره الداخليه قائمه الان ب بالضرب بيد من حديد ومحاوله الوصول لعمليات استباقيه لاجهاض اي محاولات للعناصر الارهابيه القيام باعمال العنف ضد المواطنين وضد منشات الدوله، وفي اطار تنفيذ التعليمات دي وفي مجموعات عمل مشتركه من ضباط إدارة البحث الجنائي بالداخلية مع ضباط الإدارة العامة للأمن الوطني بالداخلية، خاصة في حادث مقتل نجل المستشار محمود المرلي، واستمرار مجموعات العمل والبحث في تلك القضية. توصلنا من خلال التحريات المشتركة لإدارة الأمن الوطني بالداخلية وإدارة البحث الجنائي وضباط إدارة البحث الجنائي الى ان في خليه من جماعه الاخوان الارهابيه بتشمل حوالي 16 عنصر بيتزعمها بعض اساتذه الجامعات بتحض على القيام باعمال العنف واستهداف منشات الدوله ورصد تحركات الساده ضباط الشرطه وسياراتهم واسرهم ومنازلهم، وبتعمل على القيام بتعطيل اصلا، يعني بيفكروا تمام مستقبلا في تعطيل الدراسه بالجامعه، وان هم في سبيل النشاط الاجرامي واعمال العنف بيحوزوا مواد كيميائيه ومواد بتروليه ومواد حارقه. طيب يا فندم، هل حضرتك اشرت لحادث اغتيال نجل المستشار محمود سيد المرلي، هل منهم من هو متورط او مشتبه فيه في هذا الحادث، خاصه ان اللي تم ضبطهم من قبل يعني اتقال انهم ثبت عدم تورطهم؟ لا، انا اشرت حضرتك ان ديت من ضمن الخطه اللي قائمه بها المديريه، وان ده كانت من ضمن الخيوط اللي وصلتنا للمجموعه دي. هي مجموعات العمل اللي قائمه على هذا الحادث، لكن يعني مش ممكن يكون مرتكب الحادث من المنتمين الى هذه الخليه. لا، الخليه دي تحديدا، وفي في استكمال فحص بالنسبه لها، ما زلنا في استكمال الفحص، لكن الخليه دي تحديدا الى الان وما قدم للنيابه العامه اللي هو انا بقوله لحضرتك ده، اللي اعمال العنف اللي ارتكبوها، رصد سيارات الشرطة، حريق بعض سيارات الشرطة، استهداف سيارات الضباط. طب سيادة اللواء، دلوقتي يعني غالبا هذه الخلايا بتضم مجموعة من البلطجية والعاطلين عن العمل وال يعني المغيبين، وعارفين نوعية من ينتمون إلى هذه الخلايا من عناصر الإرهابية، ولكن ما علاقتهم بأساتذة جامعة ومدرسين؟ ما هي العلاقة الأيديولوجية اللي ممكن تربط بين الاثنين؟ أو حضرتك دي تحرك دي بعد إذن حضرتك داخلية مكونة، أنا قلت لحضرتك سابقا، داخلية من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية اللي بتقصد استهداف أعمال العنف ضد منشآت الدولة وتخريبها، وصولا للقضاء على مخدرات الدولة، وصولا إلى عادتهم مرة أخرى كما يتوهمون إلى الحكم والسلطة.
دور أساتذة الجامعة زي حضرتك ما بتقولي اللي هم من جماعة الإخوان الإرهابية، دور تنظيمي ودور تحريضي وتكوين لتلك الخلية وإصدار تعليمات لتلك الكوادر الخاصة بتلك الخلية لارتكاب أعمال العنف والتخطيط لتعطيل الضغط. أيوة. بجامعة المنصورة. شكرا سيادة اللواء سعيد عمارة مدير المباحث الجنائية. إذن يعني أساتذة الجامعة هم